طبعاً إحنا عارفين أخميم وعارفين مشغولات أخميم. إحنا هنعمل بقى التقرير بتاعنا أو اللي أنتوا هتتفرجوا عليه هو انطلاق المعرض السنوي لأخميم وحجازة، مشغولات يدوية وتطريز تراثي وشغل حراير من اللي قلبك يحبها. بالمناسبة المعرض ده من سنة 1940 ماشي، كان جمعية صعيد مصر للتربية والتنمية هم اللي عاملينه، هدفه أنه نعرض منتجات الناس حقيقي، يعني منسوجات يدوية. هرجعك تاني أقولك، بص حرير أخميم ما يجيش بعده حرير. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. عندنا 150 سيدة وفتاة في السنين الأخيرة، ابتدت الدولة تهتم واهتمام كبير جدا، وده يعني بنلاحظه في إقامة معرض تراثنا. مثلا معرض تراثنا ما كانش موجود من 5 سنين، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني مهتم جدا بالحرف اليدوية وبيدي دايما فرص، فاحنا اشتركنا أكتر من مرة، اشتركنا 4 مرات، وأنا يسعدني يعني أن تاني مرة احنا واخدين تكريم من الرئيس نفسه، درع كتميز للجمعية بالنسبة للحرف اليدوية. غير كده بنشترك في كل المعارض القومية، لأنه واضح أنه في اتجاه من الدولة لتشجيع ده. عندنا معرض تراثنا، عندنا معرض ديارنا، عندنا معرض البازار، وأخيرا إحنا لسه راجعين من الكوب 27. الحرفة المشهورة بأخميم هي النسيج اليدوي، دي أهم، هي نقطة انطلاق من المركز نفسه. بالتالي بعد كده بيبقى فيه حاجات تاني تطورت من فكرة النسيج، يعني في مثلا التطريز الكلاسيكي اللي هو الطباعة على القماش، رسومات خاصة بالتراث قبطي وإسلامي وفرعوني. كمان في جزء تاني اللي هو الفن التلقائي اللي هو الطبيعي، ان البنات برضو بتروح رحلة او بتشوف اي اماكن من خلال معايشتها في البيئة، فبالتالي تبتدي تاخد القماشة برضو اللي هي من النسيج وتبتدي هي ترسم اللوحة من وحي خيالها. دور المركز بيخليني حاسة ان انا ليا كيان، يعني الاول كنا في البيت ما حدش بيطلع ولا في مكان نتمشى ولا نتفسح فيه، المركز بالنسبة لنا زي ما يكون رايحين نتفسح، منها نشتغل ومنها نتعرف على بعض، يعني اصحابنا مع بعض، واحدة مثلا ما جاتش ليه، في الاعياد نعيد على بعض، الصبح نبتدي شغل اللي واخده كل واحده واخده مسؤوليه تبتدي تعملها، وبعد كده ما يجي ميعاد الاكل كلنا نتلم وناكل مع بعض ونقعد نحكي لبعض انت ايه اخبارك وانت اخبارك، وبعد كده كل واحد يروح. يعني هو بيعتبر المكان اللي بيتنفس فيه هو الرهبه، نقعد مع بعضينا كده بنتعلم في الارض، نقعد قاعده كده دايره في الارض بنتعلم مع بعضينا، كل واحده ماسكه المفرش بتاعها، كل برضو سيدة من الكبار الأكبر مننا ماسكة غرزة كانت بتعلمنا فيها، كل واحدة ماسكة السيدات معاها مثلا 5 7 كده، يعني نتعلم في المركز، نقعد قاعدة كده ونتعلم، بنروح يومين في الأسبوع بنتعلم ونرجع ناخد المفرش معانا في البيت، نكمله في البيت اللي بنعرفه، لو حاجة مش عارفينها بيعلموها لنا. احنا بنشارك السنة دي في المعرض بمنتجات جديدة، في البداية كنا بنصنع فن قبطي فن إسلامي، دلوقتي ابتدينا نزود كل أدوات المائدة والمطبخ، خصوصا أن العملاء من خلال مشتريتهم من منتجاتنا اتأكدوا ان المنتجات صحية 100%، وخاصة ان احنا في استخدامنا ما بنستخدمش اي مادة كيميائية في التصنيع، اخر حاجة في الفينش بتاع الشغل بيبقى زيت زيتون، وده ادى طابع خاص لشغلنا وادرك جميع البيوت المصرية عندها دلوقتي منتجاتنا ان هو صحي 100%.